يقول جماعة من المسلمين عندنا في عمان إذا صلى بهم إمام سني وفي الصلاة الجهرية يركع ركعتين بعد السلام، وعندما نسألهم قالوا لأن تلك الركعتين تجبر النقص لأن الإمام تكلم في الصلاة عندما قال آمين، فما حكم ذلك؟ هذا جهل أو ضلال، إما أنه جهل إن كانوا لم يتعمدوا هذا الشيء، أو ضلال إذا هم تعمدوا هذا الشيء. وهذه الصلاة الركعتين مبتدعة لا تجوز ولا يقبلها الله منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول آمين في الصلاة هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من وافق تأمين الملائكة غفر له. فيقول آمين ويرفع صوته بالتأمين، هذه سنة.